السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى من اتبعه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم ظاهر الويش. اليوم راح أشرح لكم مذكرة صوتية، تسجيل صوتي، محاضرة، طريقة رفع على موقع توب تي في فور، توب تي في فور، وإن شاء الله راح نشرح مع بعض كيفية الرفع وأخذ الرابط، مشاركة الرابط، وله مزايا كتير. يعني هو كمان مثل موقع الخليج وبالعربي، إن شاء الله راح نشرح كيفية التسجيل فيه وكيفية رفع الملفات، مشاركته كمان، ناخذ الرابط ونشوف إعداداته هذا إن شاء الله الموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. برامجي للكمبيوتر سكيب 6 اتونز ديسكتوب واحد ظاهر الويش برامج سكيب 6 اتونز ديسكتوب لإيحاء فولدر كي كلينر العربية ألف المكتب ألف الواتس ألف الروابط الروابط حتة مستوى الصوتي 100. طيب هلا تمام واتس أب همسات لحنا شرحنا قبل فترة انه لحنا شلون فينا ناخد الرابط موقع الارشيف، شلون كنا ناخد الرابط ونحفظه. انا الرابط اخده وحافظه. موقع تحميل موسوعة منتديات منتدى الكافي منتدى التقنيات منارة الملتقى مكفوف معلومات مطلوبون مشروعي مشاعر مستند مركز تحميل top 40p ماشي. هذا هو مركز تحميل مركز تحميل تاب 4 تي تاب 4 تي في تمام. طبعا الرابط بيكون معكم انتو وبتفتحوا الرابط. هلا اول ما بيفتح البرنامج الخليج إلى المغرب موزيلا فايرفوكس تمام. مركز تحميل ورفع صور والملفات من الخليج إلى المغرب رسم تعبيري هلا بنحط كنترول هوم رسم تعبيري خالي الرئيسية في عنا الرئيسية اتفاقية الخدمة اتفاقية أنا عم بنزل بالسهم الملفات المدعومة بيقول لك عليها ابلغي عن إساء رواية مدرسة الفروسية رفع الملفات من جهازك سحب الملفات من رابط زر تصفح هلا لحنا لكم هون هلا لحنا هون في عنا التسجيل سهل كتير بهالموقع مركز رفع صوري مركز رفع صور رفع ملفات تحميل ملفات مركز رفع جواب جميع الحقوق خالي استخدامه له الأشكال عن إخلاء طرف تابعونا على تويتر برنامج الرفع اربط منتدى للإعلانات لديك اقتراح رسم تعبيري هلا طبعا أول ما بتفتحه أنت طبعا لأنك مالك مسجل فيه إذا أول مرة مالك مسجل فيه بيقول لك تسجيل الدخول بيقول لك تسجيل الدخول إذا عندك الاسم مثلا أنا حاطط ظاهر الويش بالعربي وكلمة السر الباسبورت إذا عندك حساب. إذا ما عندك حساب بيقول لك تسجيل اشتراك سهل جدا جدا جدا. أي إيميل عندك يا على الهوت ميل أو على الجيميل وما بده كمان إنه كمان يأكدوا لك الحساب، بتحط الإيميل وبيقول لك حط الاسم، بتحطه بالعربي اللي بتحب وبتحط كلمة السر أنت اللي بتحبها وبتعطي دخول. خلاص تم التسجيل بنجاح. خلاص هلا خلينا نحكي نحن شلون نرفع ملف منروح على كنترول هوم ننزل على الصفحة الرئيسية بالتاب الرئيسية نضغط عليها انتر 93% تاب 4 بعدين بنحط حرف البي بالعربي اللي هو
دي تمام. حرف البي بالعربي تصفح زر، قال لي تصفح بس مرة واحدة حرف البي، بنضغط انتر. رفع الملفات محاورة، اسم الملف، اسم الملف صندوق خياراتي مغلقة خالي، قال لي اسم الملف خالي ما بدنا نمشي تاب. انواع الملفات كل الملفات مغلقة، كمان نمشي تاب فتح كمان تاب الغاء الامر حتى يطلع لنا عرض شجري. العنوان مربع بحث بحث الوحد عنصر تحكم الشجرة لمساحة الاسم عرض شجري هذا الكمبيوتر مغلقة، قال لي عرض شجري هذا الكمبيوتر. طبعا بدنا نشوف نحن منين الملف بدنا ناخذه. الشبكة مغلقة، ننزل بالسهم. الكمبيوتر هلا قال لي هذا الكمبيوتر، هذا الكمبيوتر مغلقة. انا شو بساوي؟ ما بروح سهم يمين او يسار، بفتح وبحط تاب وحده بس. ها طريقة عرض العناصر القائمة كلاسيك شو سيرابي سيك كلاسيك شو سيرابي تمام. هلا هو فتح لي طريقة عرض العناصر القائمة، فتح لي جهاز الكمبيوتر، فتح لي جهاز الكمبيوتر. طريقة محرك اقراص دي دي او دبليو اي تمام. بالقبل اول شيء فتح لي الدي لاني انا كنت عم برفع منه، برجع بالباك سبيس خلاص. محرك اقراص هلا انا بدي ارفع لكم خلينا نقول الدرايفر، اسطوانه الدرايفر اللي تبع بتعرف التعريفات اللابتوبات والكمبيوترات. واحد واحد ظاهر الويش اغلق قوسين لالي. هلا هاي ظاهر جي هذا الهارد. هلا انا طريقه عرض العناصر القائمه واحد الناطق المحمول غير محدد تمام. هلا انا يعني عم بتصفح عادي عادي عادي. هلا انا بدي ادور على الانجليزي تي تي في 1.1 فانا بدي ادور على شيء ارفعه جايبر باك اونلاين 1 بيل انه هاي مجلد ملفاتي. شايفين قال لي مجلد ملفات، مجلد ملفات ما بدي ارفعه انا، انا بدي ارفع لانه ما بيرفع، ما بيرفع الا مضغوط تمام. نروح شوف انا عم بروح على التاريخي ارشيف للقراءه فقط. انا بروح بالسهم اليسار بشوف معلومات ملف الحجم 1.855 كيلو بايت للقراءه فقط تمام. الحجم وهذا هو بكبس ابلكيشن سياق، سياق تحديد في بنزل بالسهم في كلمة تحديد بعطيه انتر. مركز تحميل ورفع صور والملفات من الخليج الى المغرب مزيلا فايرفوكس ماشي وبمشي بالتاب. مركز تحميل ورفع صور والملفات من الخليج الى المغرب مستند كمان تصفح كمان تاب تاني. انا اقر بموافقتي على اتفاقية الخدمة غير محدد. انا بدك تحط له اذا ما حطيت له انا اقر بموافقتي على الخدمه ما بيعطيك الرفع. بنغط مسافه محدد تمام وبنمشي تاب واحد اتفاقيه الخدمه تاب تاني رفع الملفات، رفع الملفات تابين بيطلع لنا رفع الملفات. نضغط انتر. هلا شوفوا في هو هلا هيك عم يرفع ملف مساعد ادوات التنزيلات أفلت. تمام هو له إضافة تكبس عليها شوف تحميل ورفع صور بيقول لك قديش معلومات ملف التحميل. هلا هون شوف برامج سكيبس اتينز توب 40 اخبرنا عن الروابط برامج للسكيبس اتينز ديسكتوب توب 40 توب 4 خاض المستخدمون خاض رسم تعبيري توب 40 خالي الرئيسي خالي. هلا على فكرة حمل الملف بدي تحميل للقراءة فقط http top 4 top left download 59j91 خالي رسم تعبيري top 4 الرئيسية. هلا حمل الملف المشكلة، هلا المشكلة انه ملف صغير. هلا مثل ما قلت لكم بتروحوا بالال ملف مساعد ادوات قائمة فرعية طبعا بدك تنزل له انت الاضافة منه من نفس الموقع التنزيلات كنترول جيت ابلود اسمه ابلود بس تضغط عليها انتر top 4 ماشي بيقول لك هو بيقول لك قديش معلومات ملف التحميل وقديش عم يتحمل وقديش باقي منه خالي رسم تعبيري. هلا هو خلص رفع الملف على فكرة. هلا بنحط كنترول هوم ننزل بالسهم خالي الرئيسية اتفاقية الملفات المدعومة ابلغ عن إساءة تعليمات تم تحميل الملف بنجاح. تم تحميل الملف بنجاح. أنا عم بنزل بالسهم، بنزل سهم تاني رابط الملف، رابط الملف
بنزل سهم تاني تحرير للقراءة فقط HTTP top 4 top net download 59J911HTML. قال لي هذا الرابط هذا اللي بدك تاخده انت وتعطيه لحدا او تشارك فيه او تعطيه على الفيسبوك على السكايب على الفويس اب على اي شيء. بنحط شيفت وبننزل بالسهم لتحت شيفت وسهم لتحت HTTP top 4 top net download 59J911HTML فقط. فقط هيك محدد صار. بنحط ابلكيشن قائمة تراجع غير متاح سياقية انسخ نعطيه انتر طبعا الرابط هلا هيك ها سكيب 61 سكيب جهة تقنيات هاي انا بدي احطه بالسكايب مثلا سياق قائمة بكتب اسمه لا بيقول لي التوب اسمه مثلا شو ما بدك تكتب نسخ لسك سكيب من ظاهر الويش تمام انتسخ الرابط انتسخ الرابط واخذنا الرابط هلا احنا رابط التعليمات تم رابط الملف تحرير للقراءة فقط http top 4 top net download 59j تمام هلا في انا في خربطت معكم بشغله انه انت لما بيقول لك رابط الملف بتحط كنترول شيفت رابط تحرير لا شيفت تنزل بالسهم بالابليكيشن ما نسخه بتحط كنترول وسي لصق العناصر المحدد تم النسخ الى الحافظة تم النسخ الى الحافظة تمام كنترول وسي تم النسخ الى الحافظة شريط الادوات هلا هون جهة بيبيع اكتب خط من ظاهر الويب المحط اكتب رسالة هنا متعدد الأسطر سيبتر قطنوت لسك من ضق خالد من ظاهر الويش HTTP top 4 هذا هو الرابط من ظاهر الويش HTTP شوف هلأ أنا لح أفتح الرابط لنشوف لنشوف هلأ هذا الرابط اللي بتعطيه لحدا بيفتحه تمام طبعا بس يفتح كنترول وهم طبعا لازم نحن نوقف على أول الصفحة موقف على الأول تمام هلا لكم شلون طريقة تحميل هذا إذا واحد معه هذا الرابط شلون يحمل بيحط ألف مرتين حرف الألف هو الجي هاي هذا اللي رفعناه صح هاي معلومات عن الملف عم بنزل بالسهم أنا حطيت ألف مرتين قام برفعه شوف ظاهر الويش لأنه أنا مسجل باسمي نوع الملف معلومات الملف والرار حجم الملف 1.81 هذا اللي انا رفعته تمام اذا واحد بده يحمله بيضغط حرف النون اللي هي الكي تويتر رسم فيسبوك رسم ملت رسم ماي سبيس فيلم رسم تكنولوجي اضغطي هنا لتنزيل الملف بيضل عم يضغط كي حتى يطلع له اضغط لتنزيل الملف بيعطيه انت بيطلع له معلومات الملف التحميل تمام سكيبس الروابط برامج اتون معلوماتي معلومات التحميل بدء التحميل مزيلة محاولة نقاط بدء التحميل هاي طريقة التحميل HTTP top 4 top net down 59J9 تم التحميل فتح بواسطة فتح المجد شوفوا هلا محاولة كمفاس نافذة طريقة عرض العناصر القائمة هذا هو الملف هاي الملف هلا خالص هلا هلا لنحكي لكم اذا انا بدي اعطي ملف لحدا طبعا اعطيه ملف عندي يا مرفوع وبنشوف ملفات فينا نحذف منه ملفات وفي طريقة كمان انه نحن كمان نشرح لكم اياها هلا هون رسم تعبيري تاب فور الرئيسي عم بمشي بالتاب اتفاقية الملفات المدعومة ملفات ابلغ عن اساءة ابلغ جايبر باك اونلاين ظاهر الويش تويتر رسم تعبيري لا عفوا رسم تعبير اتفاقية الرئيسية بفتح الرئيسية تاب فور مركز ماشي بفتح الرئيسية الرئيسي اتفاقية الملفات ابلغ عن الصفحة تصفح لا بمشي تاب انا اقر باتفاقيه بمشي بكتاب حمله الان هون بتحمله الان على سطح المكتب مشان مثل ما قلت لكم
هاي الإضافة محمد أبو يوسف المتصل بتحطها، وفيك تحمل مثل الجوجل درايف. وبقولكم هلا كمان مشان الطريقة التانية، أخبرنا عن تعرفنا أكثر أنك مستخدمون خاضع الآن أخبر لنشر هل تدير أخبر تعرف الرئيسية اتفاق الملفات إدارة ملفاتك تمام. هلا انا رحت لعند الرئيسيه ونزلت بالسهم، بيطلع لي اداره ملفاتك، بضغط عليه انتر تمام، اداره ملفاتك، بضغط انتر ان شاء الله يفتح لي الملفات اداره الملفات الملفات اداره ملفات اداره ملفاتك. امشي بالتاب 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 مشان ياخذها، بالسهم تحت ما اخذها تمام. بننزل بنشوف شو في عندنا ملفات. خالد الرئيس اتفاق الملفات ابلغ اداره امشي تاب تحديد الكل، تحديد الكل فيك تمسحهم. هاد هلا رفعنا تمام. هلا انا هون واقف عليه، واقف عليه هذا، بدي اخذ الرابط نعمل ابلكيشن. هون نعمل ابلكيشن، ابحث خيار بني فلاش وصلت، انسخ مكان الرابط، انسخ مكان رابط، بعطيه انتر، راح الرابط انتسخ وين ما بدك الصقه. شوف هلا هون شوفي عنا، نمشي بالتاب غير محدد، إذا بتحدده مشان ينحذف. شوف هون برنامج لاستبدال أزرار، هذا برنامج استبدال لوحة المفاتيح غير محدد، غير محدد كريمالات من ظاهر الويش غير محدد، غير محدد تمام. هلا فيكن بس نحط محدد أي واحد بدك تحذفه يعني من الملف. أب تو سافت كود غير محدد، كنارفع هات سبوت غير للكمبيوتر سكيب سرق فون غير محدد، الموبايل سبيك غير محدد، ستارت اسباك غير محدد، لتعطيل غير اب ساوند غير محدد، اوديو فيل غير محدد، كلاسيك غير محدد. هلا انا عم بقول لكم، عم بورجيكم غير محدد غير محدد، انا اذا بس حددهم لكم شو بيصير هون. برنامج غير تاب بالتاب 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 غير جايبك غير محدد، بروكسي تاب غير برنامج سبيك غير اختصارات برنامج كرة غير اثنين ثلاثة. في عندك صفحة، عندي ثلاث صفحات، اثنين ثلاثة، وانا فاتح واحد، حط على اثنين بيطلع لك الملفات اللي بعدها، حط على ثلاثة الملفات اللي بعدها. حذف المحدد تمام، لما احنا بنحدد بيقول لي حذف المحدد، بكبس عليها مسافة بيتم حذف الملف من الموقع تمام. هلا لما بيقول لك حمله الان، هذيك لما كنا عم نحكي عليها مشان لكم ليش بقى حمله الان، هاي حمله الآن، بس تضغط عليها بيحمل لك يا على سطح المكتب، بصير معنا لحنا. هاي سكرنا البرنامج، سكرنا البرنامج مثلا، مثلا مسابقاتي ومعلوماتي عامة، بدنا نحمل ملف، أي ملف، صورة فيديو سكيبس كومبرس انترنت دوت برامج برامج فايرفوكس فايرفوكس دروب بوكس درايفر درايفر دوت نت اف كلاود فيش ريسك كونسي كانسل انز اذر كانسل دوت انواع تطبيقي للحجم واحد تطبيق ما بيمشي الحال. هلا اذر فري افني فويس تشات ادوبي اوتو 50 7 زي 50 نوت 49 ونرار عربي مجلد ونرار تاريخ الحجم انواع مجلد ملف. طيب ما بيمشي الحال، بده يكون برنامج مضغوط، ملف مضغوط للكمبيوتر سكيب سرق فوق من. طيب تعال تعال هذا هذا رح نعمله تشغيلك استكشاف التطبيق والورق اضافتي الى كانسل ضغطي واضافة هذا انا برامج للكمبيوتر نافذة طريقة هذا انا هلا ضغطته تمام، ضغطته تاريخ التعديل 05 ضغطته انا لشوف وين صار. USB virus remover v2.8.3 upload progress USB virus شريط. هلا ضغطت الملف انا، هلا اذا علق عندك الاندفيدي اي عادي بتصير برامج للكمبيوتر برامج USB card 6 كلينلايت من ظاهر الويش شو كان اسمه كانسي كلينلايت من ظاهر كلينلايت كلينلايت من ظاهر الويش شو كان اسمه اللي ضغطته والله ما بعرف. H نيروس نت فريمورك مستندم لتعطيل قنوات فيسبوك شرح
سكايب سكايب زولو طفل تغير تعطيب تعريف 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 تحويل تحميل بونكس 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 بونكسي برنامج 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 .NET FX 40 سفداز فريم 405S start .NET FX 40D driver magician .NET FX driver driver magician dropbox for fox for zip for fox for fox flash free dot frame for gold wave gold gold انا ما بعرف شو اللي نسيته .NET cloud cancel cancel عليكم install programs tab and now when where ارشيف للقراءة الحجم 994 كيلو بايت للقراءة تمام هذا الملف هلا انا ضغطته هلا بضغط عليه مشان ما افتح الموقع كلياته طبعا بتحملها انت الاضافه بنحمله الان بنعمل ابلكيشن سياق فتح وين ما قائمه فتح بس ارسل الى قائمه فرعيه في ارسال الى قائمه فرعيه شوف شو بيطلع لنا المستلم جهاز سطح المستلم مستلم اثون محرك اقراص واحد ظاهر كونفاست سكيب المستند جهاز لد سطح المستلم مستلم اثون محرك واحد ظاهر كونفاست تعرف شلون المال محمله هلا المهم لانه مفرمت هذا اللابتوب اسف انا نسيت يعني بعتذر منكم طبعا بس نحمل هاي الميزه بتطلع لنا بقائمه السياق كنت لازم اورجيكم اياها تعال نحملها الروابط نحملها مركز تحميل top 40 هاي بس تحمل هاي الميزه انت هاي بتطلع لك بالسياق بتطلع لك بالسياق بتعطيها انتر بدون ما تفتح الموقع بيطلع لك ملف التحميل بيطلع لك العداد انه قديش صار بالمية بيطلع بس يخلص بيطلع دغري على وش على سطح المكتب بيطلع الرابط تنسخه بتاخده بتعطيه مين ما كان طب الرأي اتفاقي الملفات ابلغ رواية رفع تصفح هات لنشوف انا اقط اتفاق حمله الان هاي حمله الان انا عم حمله هلا على سطح المكتب بيقلي حمله وتتصافح هلا هيك أداة رفع الملفات من سطح المكتب مباشرة مشغول 75% التجاوز إلى المحتوى المدونة قسم التحميل تابعونا رسم تعبيري top 40 هلا هي أداة تحميل من سطح المكتب ليك آخر المواضيع السيارة سور لاكازس الداعي بأق الرولز رو العصير المنعش ليمون أجمل سور أوبرت ريو الأشعة السياحة سور هيوندا ارفع ملفاتك يعني. من سطح المكتب مباشرة http لك الرابع سور هيوندا للمقراءة ارفع ملفاتك من نافذة مناس تظهر لك نافذة مكتبيلة وهكذا فحين عندك تقوم بس تلك السلسلة من الخطوات شرح بس العصير أجمل سور ألبرت لويسي الأشعة السياحة وسور هيوندا ارفع ملفاتك من سطح المكتب مباشرة رسم تعبيري طيب مرحبا بكم ولأول مرة على الصعيد العربي ويسعدني ولأول مرة على الصعيد العربي ومن مبدأ التسهيل والعملية لأجل زوارنا ويسعدني أن أعلن لكم عن إطلاق أداة الرفع المباشرة من سطح مكتبك مباشرة وصف مبسط للأداة تمكنك هذه الأداة البسيطة بكل والمرور تمكنك هذه الأداة البسيطة بكل يسوى عملية من رفع ملفاتك من جهازك مباشرة ودون الحاجة لفتح برامج والمرور عبر عمليات استعراض الملفات واختيار الملف المطلوب أو حتى الدخول إلى المواقع والمرور بنفس تلك السلسلة من الخطوات شرح الاستخدام زر أطلق الأزيل زر هات خالي تقوم هذه عند المقر على أي ملف في جهازك وهكذا عند المقر على أي ملف في جهازك يقابلها في الإنجليزي قائمة سنتل وهكذا فحين تريد رفع ملف أو صورة كل ما عليك هو الضغط على ذلك الملف أو الصورة ثم تحريك الفأرة إلى قائمة إرسال إلى ثم اختيار خدمة التحميل Top 40 تظهر لك بعدها نافذة الأداة ومناص الرابط المطلوب بضغطة زر كما رسم تعبيري نافذة نافذة الأداة الأساسية رسم تعبيري الملفات المسموح هذا الرابط تحميل الأداة رسم تعبيري تويتر تحميل الأداة اجتماعي بس لحمل الأداة تنبيها تحذيريا أداة ارفع ملفاتك نافذة الملفات هذا الرابط إذا بدي أعطيه لحدا تحميل الأداة بضغط عليها انتر تمام اضغط على الصورة بزر الفأرة تحميل الأداة رسم تعبيري لا تويتر لا هي تحميل
هذا الملفات، هذا الرابط، هذا الرابط، تضغط على هذا الرابط. شايف لا بتتحمل لا هون ولا هون. طريقة التنصيب، طريقة التنصيب. قل ما عليك لتنصيب الأداة بعد لك، قل ما عليك لتنصيب الأداة بعد تحميلها من هذا الرابط إلى جهازك هو أن تقوم بالنقر عليها مرتين لتظهر لك رسالة بأنه تم إضافة الأداة إلى قائمتك، وبذا وبكل بساطة تكون قد قمت بتنصيب الأداة. ملاحظة هامة، تقوم الأداة آليا بنسخ نفسها إلى مجد، لديك تنبيها تحذيريا وتقبل عملي ولا تق. وأخيرا تحميل الأداة، اضغط على الصورة بزر الفأرة الأيمن، رسم تعبير تحميل الأداة، اضغط على تحميل الأداة. ما بتحمل معي أنا، بدي ما اضغط على الصورة، معلوماتي ملف التحميل. مش الحال سي سي يوزر ستار سي سي أداة رفع الروابط دراب سكيب سك كونفرت انترنت اتينز معلوماتي ملف معلومات التحميل لاحق بدء خلص التحميل محاولة تم التحميل فتح بالوسيط فتح المجد مع انترنت دراب كونفرت نافذة طريقة عرض العناصر القائمة تمام. هي تاب تي في، تاب تو تي في، نضغط عليها مثل ما قلنا. مجلد ملفات، مجلد ملفات تاب فور تاب فور تاب قالوا لي نيكست، بضغط نيكست قالوا لي نيكست مره ثانيه كانسل انستول نيكست information. محاولة تم تنصيب الخدمة لديك بنجاح، ستجد الاختصار في قائمة ارسال الى okay. set a top 4 top uploading service خلصنا top 4 compress internet download manager معلوماتي ملف معلوماتي internet download manager محاولة غير لام الف set a top 4 compress internet download manager أداة رفع الملفات من سطح المكتب أداة set a top 4 top upload ليها فينش. بدنا نضغط على الفينش. عفوا فينش زر مس تاب فور تبي لايك تو ابل تو دوت زيرو دوت صندوق خياراتي مغلقة كومبرس انترنت الروابط برامجي للكمبيوتر برامج كونسيبت كانسل انستول بروجرامز. هاي هلا حملنا الأداة وبنعمل ابلكيشن صياغ صياغ فتح وين فتح ارسال الى قائمة كومبرس ارسال الى سكيب تاب فور تبي طلعت الملفات طلعت لنا خدمة رفع الملفات نعطيه انتر هلا طبعا عبيع 50% وبيقول لك العداد وبس يخلص طبعا 0% 10% 20% 30% صلي بالك طبعا بس يخلص بتعلق الرابط على سطح المكتب في التعطيل تعطيه لأي شخص بدك اياه وبيضل عندك كمان بالإدارة ملفاتي تمام. تاب فور تبي تاب فور تبي خدمة رفع كومبرس برامجي للإنترنت داونلود مانك الروابط سكيب سكستيب كومبرس إنترنت داونلود مانك آتونز معلوماتي معلوماتي ملف التحميل محاولة إنترنت داونلود مانك لام ألف تاب فور تبي خدمة رفع الملفات للقراءة فقط HTTP a top 4 top net download 593 HTTP تم تحميل الملف بنجاح تحميل القراءة فقط مستعرض HTTP هي أعطاني 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 الملف أعطاني الرابط محدد هي حددته أنا تمام تحديد كل العناصر حددته بالكنترول والشين الA سياق تراب قصرة نسخ نسخت نسخت الرابط برامج انترنت الرواب سكيب 60 جهة بي بي عناري بتاع اكتب رسالة ستار قط نوت لسك حطيته بالسكاي خالي من ظاهر المحادثة وين الرابط جهة البي بي عن بتاع اكتب من ظاهر الويج اتش تي تي من ظاهر الويج ال تم الارسال في فبراير تاسع من ظاهر الويج اتش تي تي من ظاهر الويج ال تم الارسال في فبراير تاسع تمام كمبرس برامجي للانترنت الروابط compressed internet download manager iTunes driver pack online 1 billion 8 desktop skip 60 compressed تمام هلا هيك بكون احنا شرحنا لكم اخذنا الرابط بنعطيه لامين ما بدنا و ورجيني بس skip 60 بس لا اكثر من ظاهر الويج
تم الإرسال في فبراير 9 المحادثة عقب. طيب ها. جهة تقنيات. من ظاهر الويش. هاي الرابط نعطيه لمين ما بدنا. عفوا عفوا، نعطيه لمين ما بدنا.